وليداتهم ويفرحوا عائلاتهم، ينقل عويناتهم ويستمتعوا بالخضورة اللي غتعطينا في جديد لحياتهم. المساحة الخضراء نعمة. اليوم كنشهدوا الحفل النهائي لمسابقة مدارس خضراء اللي غتبارى فيها جوج مدارس المتأهلة اللي هما مدرسة شوقي الجلالي عن مقاطعة الحي المحمدي ومدرسة عقبة بن نافع عن مقاطعة الصخور السوداء. الموضوع ديال المسابقة كيتمحور بعالم النفايات والتدوير والفرز بواسطة أسئلة وأجوبة. المدرسة اللي غتحصل على أكبر عدد ديال النقاط هي اللي غتوج فائزة بهذه المسابقة اليوم. كيفاش تمت عملية المسابقة؟ عملية المسابقة تمت بجوج المراحل، مرحلة تصفيات ومرحلة إقصائيات. مرحلة التصفيات كانوا فيها 32 مدرسة، طلبنا من جميع المدارس أنهم يحضروا لنا واحد عمل فني، إما مسرحية إما أغنية راقصة إما تحفة فنية. قامت واحد اللجنة مكونة من كازا بيئة ومن المديرية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء سطات بجولات بها 32 مدرسة على أساس أننا نختاروا مدرسة واحدة عن كل مقاطعة. بعد ذلك مرينا لمرحلة إقصائيات اللي بقات فيها 16 مدرسة، يعني دازوا دور الربع ودور النصف. في الأخير بقاو لنا جوج المدارس هما اللي غيحضروا كنحضروا الحفل النهائي ديالهم اليوم. الهدف من هذه العملية هو ترسيخ ثقافة النظافة والمحافظة على النظافة والفرز النفايات وعمليات التدوير لدى الناشئة. كما كتعرفوا أن ملي كنقوموا بهذا ليزيديسيون ديال المدارس الخضراء كنمنحوا التلاميذ واحد الشهادة اللي كتخولهم أنه الصفات ديال سفير النظافة. بغينا أن هاد التلاميذ يكونوا سفراء في العائلة ديالهم، في الحي ديالهم، في المدينة ديالهم، أنهم هاد الرسائل اللي كنحاولوا نوصلهم حنايا وصلهم للأقارب ديالهم.